اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج ہم آیت الکرسی کو ورڈ بائی ورڈ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت الکرسی کو لفظ بلفظ ورڈ بائی ورڈ پڑھنا اور سیکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ لا الہ لا الہ إلا هو إلا هو الحي القيوم الحي القيوم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه لا تأخذه سنة و سنة و لا نوم لا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما له ما في السماوات في السماوات وما في الأرض وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي من ذا الذي يشفع يشفع عنده عنده إلا بإذنه إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين يعلم ما بين أيديهم أيديهم وما خلفهم وما خلفهم، ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من بشيء من علمه علمه إلا بما شاء إلا بما شاء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع وسع كرسيه السماوات كرسيه السماوات والأرض والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما حفظهما، وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کو پوری آیت الکرسی کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم.